يعني اسمحي لي بداية أن أنفي خبر منتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي يقول أن الأستاذ هيكل قد توفي. أنا اتصلت منذ 5 دقائق بمكتب الأستاذ هيكل وأتواصل دائما مع نجله دكتور علي. هذا غير حقيقي، لم يحدث أن الأستاذ هيكل قد توفي، وإن كان في حالة صحية صعبة معروفة منذ عدة أيام، لكن لم يحدث هذا الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة